النهاردة الحد 14 يوليو، ثالث أيام مهرجان العالمين الجديدة في نسخته التانية. انطلق المهرجان بأنشطة وفعاليات كتيرة كانت مبهجة وتابعناها معاكم على تلفزيون اليوم السابع، ولسه مكمل النهاردة بفعاليات كتير، والأيام اللي جاية فعاليات وأنشطة ترفيهية اجتماعية ثقافية وغنائية وللطفل، فعاليات كتيرة مستمرة على مدار أيام مهرجان العالمين في نسخته التانية والمستمر ل 30 أغسطس المقبل بإذن الله. إيه اللي حصل عندنا اليومين اللي فاتوا؟ كان في حفلة للنجم الكبير مدحت صالح مع أستاذة منى الشاذلي، بعدها كان في دينا وديدي والنجم الكينج محمد منير اللي كانت حفلته تحت شعار كامل العدد وأغاني فلسطين كانت منورة الحفلة، وكان جميل ورايق ومستمتع بالحفل وخلى الجمهور يستمتع أكتر وأكتر بالحفل. عندنا إيه؟ النهاردة عندنا فعاليات وزارة الثقافة المصرية اللي بتنطلق وبتبدأ النهاردة بأكتر من 100 فعالية مع قصور الثقافة المصرية. تنطلق فعاليات كتيرة فيها تنورة وفيها رأس شعبي وفيها كتير من الفعاليات اللي هتبدأ من النهاردة الساعة 10 بالليل، حد واثنين وثلاث واربع من كل أسبوع لغاية 28 أغسطس مكملة فعاليات وزارة الثقافة، وتختمها يوم الخميس من كل أسبوع بفعالية طربية أو غنائية. الأسبوع ده هتكون الفعالية يوم 20 لبيت العود ومكملة معانا طول الأسبوع بفعاليات منها الغنى والرأس الشعبي. زي ما بقول لكم 17 فرقة متنوعة للغنى والرأس الشعبي، دي من فعاليات وزارة الثقافة. إيه اللي مكمل تاني من وزارة الثقافة؟ في مهرجان نبتة طبعا اللي هينطلق في أغسطس، في السيرك القومي اللي هيبدأ برضو في خلال أيام، في عديد من الأنشطة المتعلقة بوزارة الثقافة اللي هنتابعها على طول مع حضراتكم. في المكتبة المتنقلة دي كمان هتكون بتنتشر وبتنطلق في شوارع مدينة العالمين الجديدة علشان الأطفال تقدر تستمتع والأسر يقدروا يستمتعوا فعاليات المكتبة المتنقلة بوزارة الثقافة. إن شاء الله الخميس الجاي هيكون معانا حفلة للقيصر كاظم الساهر، والجمعة هيكون مايسترو نادر عباسي مع النجمة الكبيرة ماجدة الرومي، وحفل الاثنين الحفلين الحقيقة أكتر من منتظر، الناس كلها مستنية الحفلين الكبار دول كاظم الساهر وماجدة الرومي خميس والجمعة اللي جايين، وإحنا مكملين معاكم في تلفزيون يوم السابع تغطية مستمرة دقيقة بدقيقة علشان ننقل كل الفعاليات الخاصة مهرجان العالمين في نسخته التانية. بشكركم وإلى اللقاء.